الحمد لله خلصنا اليوم الثاني في رالي الأردن، الجولة الثانية من بطولة العالم. طبعا اليوم خلصنا اليوم الأخير بالمركز الأول، ولكن خسرنا وقت باليوم الأول، والحمد لله أخذنا نقاط مميزة، واليوم المركز الأول نأخذ عليها نقاط، وإن شاء الله للجولات القادمة يكون معنا رصيد من النقاط. ترتيبنا على فئة السيارات ترتيبنا الثاني، والترتيب العام لسه بيطلع إن شاء الله اليوم آخر اليوم. ودعواتكم إن شاء الله بالتوفيق لنا في الجولات القادمة، وأشكر الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات.